نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. في انتظار الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد يفوز حسب نتائج صبر الآراء. اليوم آخر أجل لتغلق باب الطعون بالنسبة للانتخابات التشريعية. مقتل مواطن فرنسي طعنا بالسكين وإصابة جندي بولاية بنزرت. أهلا بكم. من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية على الساعة 7 مساء عوضا عن منتصف النهار. وحسب النتائج التقديرية لعدد من مؤسسات صبر الآراء، فقد فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على منافسه رجل الأعمال نبيل القربي. لأكثر التفاصيل حول آخر التطورات بالنسبة للنتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، معنا مبعوثة قناة حنبع المباشرة من قصر المؤتمرات سهير العبيدي. مرحبا سهير. مرحبا أسماء، نحن الآن في المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية. لا تزال عملية العد والفرز للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية 19 و2000 متواصلة إلى حد الآن، ولا نملك معلومات حينية أو محينة لنسب التصويت من الهيئة المعنية. نذكر أسماء بأن نسبة الإقبال على التصويت في الداخل كانت 57.8%، وكانت شبكة مراقبون صباح اليوم خلال ندوة صحفية قد قدمت بعض الأرقام، حيث تحصل السيد قيس سعيد على 70.9 من أصوات الناخبين، في حين تحصل السيد نبيل القروي على 29.1 من أصوات الناخبين أيضا. كذلك حسب شبكة مراقبون لم يتم تسجيل أي خروقات خطيرة أمس خلال العملية الاقتراعية. نحن الآن في المركز كما قلت لك في انتظار نتائج محينة. المعلومة التي لدينا الآن بأن الندوة الصحفية للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون على الساعة 5 مساء. شكرا لك سهير العبيدي. هذا كل ما لدينا أسماء. شكرا لك سهير العبيدي مبعوثة قناة حنبع من قصر المؤتمرات. نذكركم مرة أخرى مشاهدينا أن النتائج الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية سيكون على الساعة 5 مساء. بعد غلق مكاتب الاقتراع والإعلان عن فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حسب نتائج التقديرات الأولية لشركات صبر الآراء، تعهد قيس سعيد خلال ندوة صحفية بأن يكون رئيسا لكل التونسيين والتونسيات وأن يتشبث بالدستور وتطبيق القانون. شكرا لكل المواطنين والمواطنات، شكرا للذي انتخبني، وشكرا للذي لم ينتخبني، شكرا لأحرار تونس ولحرائرها من أعماق الأعماق، شكرا لكم أنكم يا شعب تونس العظيم في كل مكان هنا في هذه الأرض العزيزة وفي الخارج، شكرا للشباب وللشيوخ وحتى للأطفال الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ، شكرا لهم على تشوفهم للحرية. أنكم يا شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله، هي ثورة بمفهوم جديد، ثورة في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية وبالشرعية كاملة على وجه العموم، يطبق على القانون على الجميع، ليس هناك من يمكن أن يستثنى
من تطبيق القانون عليه. من جهته قال المترشح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في تصريح إعلامي بمقر حملته أنه يقبل الهزيمة في الانتخابات الرئاسية ولا يعتبر نفسه خاسرا سيئا بالنظر إلى الظروف التي مر بها خلال الحملة الانتخابية. كنت نتمنى بلادي وصلت المرحلة الانتخابية للانتخابات الحرة والنزيهة، لكن اللي صار في الانتخابات الرئاسية من اللي بدأت أبعد ما يكون على الحلم هذايا. الحملة الرئاسية اللي تمنعت منها بالظلم والبهتان واللي متوفر ليش فيها تكافؤ الفرص، خاطر حملة انتخابية هي مش عباد تمشي تصوت للصنادق، هي حملة وعباد تفسر أفكارها وعباد تفسر برامجها وعباد تحكي مع الشعب، وأنا تحرمت من هذا الكل كمرشح للرئاسة وخاصة كرئيس حزب زادة كيف التشريعية. ولكن المشوار مازال، نحن اليوم الكتلة الثانية في البلاد، ونحبوا أن نوقفوا الحزب هذايا ونتماسكوا بكتلتنا ونقعدوا ندافعوا على مبادئنا وندافعوا على الناس أكثر من مليون اليوم اللي صوتت علينا. نحن إن شاء الله كل الناس اللي تحب تقطع تذكرة الفقر باش تلقانا معاها، ونحن باش نكونوا أوفياء للناس، أوفياء للناس هذوما، وحتى كان يقولوا حزب المقرونة نحن نتشرفوا، سامحوني شكرا، نتشرفوا باش نكونوا حزب المقرونة، خاطر كان المواطن التونسي نجم نعطيوه صحن مقرونة كل يوم تونس تولي بخير. اليوم النتائج كما تعرفوا نتائج وقتيه، ونهار الليزي تعلن على النتائج الرسميه نعطيكم احنا شنو باش نعملوا من بعد. ما يخص نتائج الانتخابات التشريعيه، فقد بلغ عدد طعون المقدمه للمحكمه الاداريه الى غايه يوم الجمعه الفارط 11 طعنا، ومن المنتظر ارتفاع عدد هذه الطعون اليوم الاثنين. مكونات المجتمع المدني كان لها دور فاعل في مواكبة المسار الانتخابي والتحسيس بأهميته في مواعيده الثلاث الرئاسية والتشريعية. جمعية شباب تونس يؤثر كان لها دور في مواكبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وللحديث بأكثر التفاصيل معنا ضيفتنا في المباشر في استوديو قناة حنبعل سناء الجابسي، عضو الهيئة المديرة لجمعية شباب تونس يؤثر. مرحبا بك سناء. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا. جمعية شباب تونس يؤثر كغيرها من الجمعيات التي كانت تواكب مسار الانتخابي، وكانت عندكم حملة تحسيسية للشباب، خاصة وأنكم جمعية تعنى بالشباب، ما هو دوركم في هذا المسار؟ بداية نحب نهني الشعب التونسي بالاستحقاق الانتخابي هذايا. الحمد لله رجع الشعب للشارع، رجع الشعب معناتها يفرح، عدينا يعني فترة ياسر صعيبة، الحمد لله جاء الوقت اللي الشعب التونسي يفرح، وإن شاء الله معناتها من حسن إلى أحسن. احنا بالنسبة لنا جمعية شباب تونس يؤثر هي جمعية شبابية تأسست في 2018، هو شباب كان يشتغل في المجتمع المدني من حتى 2008 و2011، يعني تكوننا مع جمعيات كبيرة وقررنا باش نعملوا جمعيتنا احنا، معناتها الهدف نتاعنا توعية الشباب، توعية المرأة الريفية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية، بأهمية الانتقال الديمقراطي، وهذا بالأساس في جملة من المشاريع. المشروع اللي خدمنا عليه خاصة بخصوص الانتخابات معناتها والاستحقاق الانتخابي هو مشروع الشباب يقرر، يعني هذا مشروع خدمناه مع المعهد الدولي الجمهوري. هذا معناتها بايغ دو فون كبير برشا، عطى ثقته فينا كشباب وكجمعيه فتيه، وخدمنا معاه مشروع بالحق معناتها نشوفوا في الاهداف نتاعو معناتها تتحقق، خاصه مع نسبه الاقبال معناتها الكبيره برشا اللي شفناها في الانتخابات. كيف
كيفاش كان البرنامج او كيفاش كان برنامج المشروع هذايا؟ شنو ابرز النقاط اللي ركزتوا فيها مع الشباب وخاصه ان شفنا نسبه الاقبال الضعيفه للشباب في ومشاركتها في الانتخابات؟ نعم، بالنسبه للمشروع نتاعنا هو السيبل نتاعنا والهدف نتاعنا كان الشباب وكان المرأة الريفية. قمنا بتكوين 60 شاب معناتها في مناطق مختلفة، خاصة المناطق في الشمال الغربي، في خاصة في باجة وفي سليانة وفي زغوان وفي جزء معناتها صغير في بن عروس. كوناهم باش يقوموا بالحملات التحسيسية ل 6000 المواطن. نعم 6000 المواطن في ظرف معناتها 4 أسابيع قمنا بعملية بورت ا بورت، ما يسمى بورت ا بورت. كان عندكم اتصال مباشر معاهم، تنقلتوا لهم وين موجود الشباب ولا كيف؟ نقلنا لهم للقرى للأرياف للمدن، نقلنا للشباب ونقلنا كذلك للمرأة الريفية لتوعيتها وتحسيسها بدورها كمواطنة، كمواطن هو شاب كمواطن حتى يكون أول مرة معناتها يشارك 18 سنة بيدوروا يعني في المشاركة في الانتخابات التشريعية وكذلك في الانتخابات الرئاسية. وإحنا النجم نعطيكم حتى رقم، فما 47% من الناس اللي اتصلنا بهم وحكينا معهم كان عندهم عزوف كبير معناها بالانتخابات وعاشوا انتخابات 2011 و2014 والشيء اللي شفناه الكل، الناس ولات باخله وخذلها معناتها خذلتها الطبقه السياسيه، بالتالي 45 هذوما ولا 47 كانوا ما عينوش باش ينتخبوا. لكن بعد الحمله التحسيسيه اللي عملناها نعطيك رقم باش نرجع لك سنه قبل 75. نعم 75% باش نرجع على اهم اسباب عزوف الشباب اللي انتم كنتوا في اتصال مباشر معهم، لكن احنا في اطار التغطيه المباشره لعمليات الفرز من مختلف ولايات الجمهوريه، مراسل قناه حنبعل من ولايه القيروان ايمن العثماني عبر الهاتف ونتائج واخر النتائج بعد انتهاء عمليه الفرز. يا ايمن مرحبا بك اسماء، مرحبا بضيوفك، مرحبا بالساده المشاهدين. بالنسبه لاخر النتائج يعني العمليه يعني عمليه العد اليدوي والالي في القاعه المغطاه تاع زايد ميلاد في القيروان يعني اوشكت على الانتهاء. يعني فما بعض المعتمديات كانت يعني حاضره، معتمديه القيروان الشماليه مثلا تضم 24 مركز اقتراع، وكان في المرتبه الاولى قيس سعيد تحصل على 29811 صوت، بينما نبيل القروي كانت في المرتبه الثانيه وتحصل على 5231 صوت. كذلك معتمديه عين جلوله تضم 5 مراكز اقتراع، تحصل فيهم قيس سعيد على المرتبه الاولى 1262 صوت، ونبيل القروي على المرتبه الثانيه ب 760 صوت. كذلك معتمديه منزل المهيلي تضم 11 مركز اقتراع، كان قيس سعيد تحصل على المرتبه الاولى ب 2769 صوت، ونبيل القروي ب 1206 صوت. كذلك معتمديه شبيكه تضم 24 مركز اقتراع، قيس سعيد تحصل على المرتبه الاولى ب 6695 صوت، ونبيل القروي المرتبه الثانيه ب 1915 صوت. كذلك معتمديه شرارده كانت حاضره يعني تضم 25 مركز اقتراع، قيس سعيد كذلك في المرتبه الاولى تحصل على 5092 صوت، ونبيل القروي على 1604 صوت. شكرا لك أيمن العثماني مراسل قناة حنبعل من ولاية القيروان. طبعا نذكركم مشاهدينا أن الندوة الصحفية للهيئة المعنية للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية على الساعة 5 مساء. نواصل معك سناء، وكنا نحكيه على الاتصال المباشر مع شباب لجمعية شباب تونس يؤثر، وكنا نحكيه على أسباب العزوف خاصة أنه لاحظناها في الانتخابات الرئاسية في دورها الأول أو في التشريعية، لأنه الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني كانت مفاجأة لربما للمواطنين بالنسبة الكبيرة لنسبة الأقبال. كيفاش كان اتصالكم مع الشباب؟ شنو كانت أسباب اللي قدمها الشاب لعدم مشاركته في الانتخابات؟ هو باش نعقب على كلامك، الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية صحيح فما إقبال كبير، معناتها توصل تقريبا حسب الهيئة 60% على المستوى الوطني. هذايا يعود للأسباب اللي باش نحكيو عليها، معناتها المواطن ولا خلينا نحكيو على الشاب وعلى المرأة معناتها الريفية في البلاصة البعيدة، معناتها وصلنا لمرحلة إنه إنسان لازمه يدلي بصوته، يلزم يكون موجود، يلزم يكون عنده وجود في الفتره هذه وفي المرحله هذه اللي تعيشها البلاد. نتفقوا معناتها الناس الكل انه سوء الاداء معناتها الطبقه السياسيه في الفتره السابقه هو الاكثر معناتها سبب اللي يخلي الناس
تعزف، تقول لك انا باش نصوت لنفس الوجوه، باش نطلع في البرلمان نفس الاشخاص، نفس الجهات، نفس الاحزاب، لكن هي ما عطاتنا حتى شيء في الخمس سنين اللي فاتت. وانتم ما تعرفوا التونسي شنو يحب. الانسان يحب يعيش، التونسي يحب يعيش، يحب ياكل، يحب يخرج، يحب يشرب، يحب معناتها يقري اولاده، ويحب كان قدر وصل معناتها يتفرهد يسافر. دونك هذايا كله ولا معناها معاش موصل له. باش ما نحكيوش معناتها على الطبقات بالحق المهمشه واللي زادت تهمشت، واللي وصلنا لمرحله ان نلقاو زوز طبقات في تونس. ما عادش عندك الطبقه المتوسطه التي سحقت صدقا، معناتها سحقت. احنا كنا نسميو بالطبقات المتوسطه، نلقاو كاين الطبقه العاليه برشا وطبقة الفقيرة. دونك وصل لمرحلة إن الإنسان معاش لازمه يسكت، لازمه يخرج للشارع. احنا حسينا حتى الثقة يمكن مع ثقة المواطن بالفاعلين السياسيين. نعم. فما ثقة إن معناها ما عادش هذا السبب الرئيسي. هذا السبب الرئيسي. نعم. أي. يعني هو حتى تجي تشوف حتى الناس اللي منخرطة في أحزاب نفسها، هي نفسها معناتها ولات متبرية وجابدة روحها شوية هكا من الأحزاب نتاعها، خاطر ما عطاتهاش النتيجة اللي تحبها واللي ترجوها. هذا هو. مشاركة الشاب في المجال السياسي، هل تحس أنه نسبة محترمة لمشاركة الشباب فاعلين في المجال السياسي اليوم؟ هل نلقاو شباب في مراكز مهمة، في يتقلدوا في مناصب مهمة كشباب، أم أنه مازال الشاب ماهوش في دوره الفعال في المجال السياسي؟ هل انه نسبه المشاركه للشباب كيفاش تشوفوها، كيفاش لاحظتوها كجمعيه؟ هو بالنسبه لمشاركه الشباب فما مشاركه قانونيه اللي هي بمقتضى القانون. كما شفناه مثلا نحن في الانتخابات البلديه، كيفاش فما كوتا للمراه، كوتا اللي عندهم اعاقات، كوتا للشباب. بالنسبه للانتخابات مثلا البرلمانيه معناتها نواب الشعب، صحيح معناتها ما فماش معناتها قانون هكا يضبط ويقول لازم يكون شاب، لكن نشوفوا اللي خاصة في القائمات المستقلة اللي ترشحت، وفي بعض الأحزاب يعني إذا نعملوا جرد معناتها للأحزاب اللي شاركت، فما موجود هكا العنصر الشبابي. وحتى كي نشوفوا توا نظرة معناتها أولية للي موجودين في البرلمان، فما العنصر الشبابي لو موجود لكن ماهوش كافي. احنا كي نشوفوا معناتها الشباب في الشارع، كي نشوفوا الشباب خاصة في المجتمع المدني، كي نشوفوا الشباب اللي هب في النهارين هذوما، معناتها ناس جاية من جربة وجاية من مدنين ومن تطاوين. نزيد نعقب على كلامك، لانه في مواقع التواصل الاجتماعي شفنا برشا صور وفيديوهات، حتى في محطات النقل، نعم، الحافلات، القطار، شفنا بالحق يعني صور معبره لشباب قاعد او يمكن فهم دور الانتخابات الرئاسيه في المرحله القادمه. فهم لازم يتكلم، فهم لازم يحبر صبعه، فهم اللي لازم يدلي بصوته. يعني ما عادش وقت، ما عادش يزن. هذه فرصتهم، وهذا والحمد لله، واغتنموا الفرصه وخرجوا. وبو امبورت معناتها اللي يكون قيس سعيد ولا نبيل القرضي. انا باش نحكيو على دور الشباب سناء القابسي في اطار المواكبه لمختلف ولايات الجمهوريه. معنا مراسل قناه حنا بار رمزي افضال من ولايه قفصه. مرحبا بك يا رمزي. مرحبا بك اسما، مرحبا بكل مشاهدي قناه حنا بار. مرحبا. تقريبا اخر النتائج التقريبيه بولايه قفصه بعد عمليات الفرز. بعد عمليات الفرز، نتيجه التصويت في ولايه قفصه كانت قيس سعيد ب 96,958 صوت بنسبه تقريبا حوالي 75%، نبيل القروي ب 26,241 صوت بنسبه حوالي 21%، من جمله 123,199 ممن توجهوا الى مكاتب الاقتراع، يعني نسبه التصويت في ولايه قفصه كانت في حدود 55.45%. اسمع، هذه اضافه الى انه في بعض المعتمديات خاصه التي في كل مراكز الاقتراع كانت الغلبة للمترشح قيس سعيد، ولم يفز نبيل القروي في أي مركز اقتراع. مثلا في قفصة الجنوبية حيث استقل بالنسبة لنبيل القروي تحصل على 9,308 صوت، فيما تحصل قيس سعيد على 27,148 صوت. في مدينة أم العريس قيس سعيد 9,600 صوت، فيما تحصل نبيل القروي على 1,614 صوت. في القصر 9,940 صوت، تحصل من نبيل القروي 3,357 صوت. يعني في مختلف مراكز الاقتراع كانت الغلبة لقيس سعيد المترشح في الانتخابات الرئاسية. رمزي تسمع فينا؟ أسمعك.
شكرا لك رمزي أفضل من ولاية قفصة مراسل قناة حنبعل. نذكركم أنها نتائج تقريبية في انتظار النتائج الأولية من الهيئات المعنية مساء هذا اليوم. نواصل سناء كلمة أخيرة كجمعية شباب تونس يؤثر بعد ملاحظتكم لهذه للمسار الانتخابي في ثلاث مواعيد. كيفاش تلاحظوا الثلاث مواعيد؟ كيفاش كانت تقاريركم بالنسبة لثلاثة مواعيد الانتخابية؟ وكلمة أخيرة كجمعية شباب تونس يؤثر. في المجمل يعني احنا حتى كمراقبين حتى ولو معناتها ما اشتغلناش معناتها اشتغلنا بجزء معناتها صغير مع الاتحاد الفلاحين في مراقبة الانتخابات، لكن كمراقبين وكمجتمع مدني ثلاثة مراحل معناتها تعديت يعني رغم الصعوبات ورغم الخروقات اللي صارت ورغم معناتها التجاوزات والمخالفات معناها الحمد لله معناتها تسمى عدينا في ثلاثة مراحل في فترة وجيزة أقل من شهر تقريبا أقل من شهر معناها بسرعة جنونية. ثلاثة انتخابات ماهيش سهلة لديمقراطية ناشئة لمعناتها تنظيم انتخابات كذلك ناشئة يعني 2011-2019 8 سنين ما تتسماش عوام في معناتها تتسماش مدة كبيرة في عمر الشعوب وعمر معناتها الدول. لكن معناتها نفتخروا لازمنا ديما نقولوا اللي احنا نفتخروا ونبهر العالم خاصة يعني بالنسبة الكبيرة نتاع الإقبال نتاع المواطنين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، ولو أنه حتى الانتخابات التشريعية عندها وزنها وعندها خصوصيتها، لكن ما زلنا نتدربوا بشوية بشوية باش نفهموا قيمة معناتها الانتخابات التشريعية في نظام برلماني. بشوية بشوية إن شاء الله الانتخابات الجاية تكون معناتها الإقبال يكون معناتها في كل المحطات الانتخابية. احنا نشكر معناتها الهيئه خاصه هيئه الانتخابات معناتها العمل والمجهود اللي قامت به، وزاد فما معناتها اكل ملاحظات واكل التقارير اللي قدمها المجتمع المدني ديما نحثوها باش تراها وتشوفها وتعمل بها. هذا كله تنميه للديمقراطيه نتاعنا، وفرحانه مره اخرى بالشباب اللي خرج بالشباب اللي مشى صوت بالفئات العمرية بالحق اللي كانت تلقاها في القهوة نهار الانتخابات تلقاها شد الفيسبوك معناتها سامحني في الكلمة وتنبر يعني اليوم لقيناهم جايين 500 و600 كيلومتر باش يمشيوا لمنطقة الرأس نتاعهم باش يدليوا بصوتهم باش يكونوا فاعلين. إن شاء الله تونس بخير، وإحنا كجمعية شباب تونس يؤثر إن شاء الله متواصلين، إن شاء الله جمعية صحيح فتية لكن متواصلين، وإن شاء الله نخدموا أكثر البلاد هذه خاطر إحنا كله عمل تطوعي، كله عمل خدمة للديمقراطية، خدمة للتوعية، ومازال قدام تونس برشا 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 خدمة. شكرا لك، إحنا زادة فخورين بك وعمل موفق لجمعية شباب تونس يؤثر. شكرا لك سناء الجابسي عضو الهيئة المديرة، عايشك مرحبا بك لجمعية شباب تونس يؤثر. قيس سعيد الوافد الجديد على المشهد السياسي في تونس بعد فوزه بالمرتبة الأولى في الدور الأول من الانتخابات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والذي اختار عبارة الشعب يريد شعارا لحملته الانتخابية. هو متحصل على شهادة دراسات المعمقة في القانون الدولي العام، بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة. نبذة عن حياته في الورقة التالية لتقرير فاطمة العبدلي. ولد قيس سعيد الفائز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 22 من فيفري 1958 بتونس، وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بإيطاليا. بدأ قيس سعيد حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 86 و900 وألف، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 99 و900 وألف، كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 94 و900 وألف إلى سنة 99 و900 وألف. إذ طلع قيس سعيد بخطة مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية،
وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. وشغل سعيد خطة كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 90 و 900 ألف إلى سنة 95 و 900 ألف، وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 97 و 900 ألف، وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية. وله عديد الأعمال العلمية في مجال القانون والقانون الدستوري خاصة، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. في موضوع آخر وإلى ولاية بنزرت، حيث عمد شاب أصيل الولاية صباح اليوم إلى قتل مواطن فرنسي الجنسية في منطقة جرزونة بعد أن سدد له طعنات على مستوى الرقبة والصدر بواسطة سكينة، كما قام بالاعتداء على جندي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يلوذ بالفرارة. كما لقي سائح ألماني الجنسية حتفه مساء أمس بعد تعرضه لعملية براكاج في منطقة سيدي البشير بالعاصمة قرب نزل كان يقيم فيه. وأفاد مصدر أمني أن منفذ العملية اعتدوا على السائح بآلة حادة، وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 4 أشخاص أصلي منطقة سيدي منصور وحجز أداة الجريمة. إلى جولتنا العالمية ونبدأها من تركيا.